رسالتنا لكل باحث ومخترع ومبتكر ومن كل الذي يسعى في تطوير ذاتية كل إنسان بدون أي استثناء أو تمييز خلق وهو يتميز في خلقه ويتمتع بهويته الاستثنائية من خلال هذا الروح العظيم الذي من بين ما يمثل جزء من شخصيته فالانسان جانب الجسد والجانب الاخر الروح هذا الروح هو الروح العظيم يمتلك قدرات عظيمه لا مثيلها ، وبذلك فإننا نوجه هذه النصيحة الأخوية لا سيما لكل عمانية ولكل خليجية ولكل عربية، نعلم بأن كل دولة تتمتع بامتيازاتها الاستثنائية، وهكذا الإنسان من حيث شخصيته كيانه ميوله. معتقداته وكل ما ينتمي اليه الانسان بذاته. وهذه النصيحه بحيث منذ توجهنا الولايات المتحده الامريكيه من اجل اكتساب مزيد من العلم واعداد خطه استراتيجيه استفاده من العلم الغربيه والتكنولوجيا الغربيه والتقدم في الأبحاث العلمية والمعملية فيما يخص مجالنا فإننا ونتيجة لتربيتنا وننتمي لهذا البلد الأمين سلطنة عمان فإننا نفتخر بأننا عمانية خليجية وعربية وبذلك من خلال عملنا في جهة حكومية امتدت لفترة 23 سنة مرورا بمراحل وظيفية مختلفة فإننا نوجه هذه النصيحة لكل شاب عمانية أو شابة عمانية ولكل شاب وشابة خليجية وخليجية ولكل شاب وشابة عربيه وعربيه بحيث عندما تريد ان تزدهر قدراتك من حيث ما تنتمي اليها من ميولك وما انعمت لكل مبتكر ومن يسعى للابتكار لكل متعلم ومن يسعى للعلم لكل مخترع ومن يسعى للاختراع لكل مكتشف ومن يسعى للاكتشاف بالا بالا يلقى اي لوم سواء جهه حكوميه او كيان او اشخاص او غير خلاف ذلك. فعندما الانسان يكون يمتلك ميول الاكتشاف او سعي لزياده رقعه العلم من اجل اكتشاف او اختراع او ابتكار. فاننا استطعنا بأن نلاحظ بأن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية الدولة التي تنفق أكبر ميزانية من دخلها القومي من أجل الأبحاث العلمية والمعملية. بذلك لكل مواطن هنا الذي يسعى للعلم سواء في الابتكار أو في الاكتشاف يتلقي دعم بمبالغ طائلة جدا. هذه المبالغ تساعده على التفرغ الكلية لكي لا يميل إلى لجوء للراتب العمل خارج نطاق ميوله وبذلك تكون هذه من ضمن الأساسيات التي تدعمه في مواصلة مصيره العلمية والابتكارية والاكتشافية وبذلك هذا هو السبب الذي ارتأينا لماذا الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأقوى والأكثر تقدما في التطورات التكنولوجية وفي العلم وفي الحضارات وبذلك لكل عربية لكل عمانية لكل خليجية إن, إن لم تتوفر لديه الإمكانيات المادية لمواصلة كفاحه بأن يواصل مصيره من حيث يستطيع تتوفر له الاساسيات من حيث الامكانيات الماديه كمثل كسب الراتب والى آخر ولا ولا يتقدم يلجأ للاستقاله من العمل بل يستخدم ميوله في الاوقات التي خارج نطاق عمله من حيث يكتسب تلك الرزقه ويواصل مصيره ولا يقطع الامل يواصل الكفاح فان الله لا يضيع اجر المحسنين. بذلك بالرجوع الى خبرتنا وما قمنا به بمجرد قررنا التوجه الى الولايات المتحده الامريكيه هو الأساس من حيث الاكتساب من التكنولوجيا الغربية والعلم الغربي في الأبحاث والتقدم العلمي وبذلك استطعنا أيضا نتجاوز هذه التحديات لكن قبل ذلك قبل اللجوء قبل السفر إلى الغرب من بسبب ذكرنا سلفا أردنا أيضا ألا تكون استقالة من منصبنا تتسبب أعباء مالية وقد تضرنا وتضر العائلة وحتى قد تعيق هذه الظروف أو تتسبب لنا عواقب ولا نستطيع مواصلة مصيرنا العلمي والابتكاري والاكتشافية إلا ردنا أيضاً نستفيد من الغربيين بقراءة كتب غربية من الذين استطاعوا يواجهوا تحديات واستطاعوا يوصلون الى المراكز متقدما في العلم والابتكارات العلمية والاكتشافات العلمية. وبذلك كان لابد ايضا نضع اول شيء خطة تستطيع توفر لنا الامكانيات الماديه حتى نكون بصفه مستقلين ماديه قبل ان نتخذ قرار تقديم الاستقاله من الوظيفه وبذلك فالله سبحانه وتعالى فعلا لا يضيء اجر المحسنين وازدهرت هذه النعمه حتى اصبحنا مكتفيا ماديه لتوجه للغرب ولدينا هذه الامكانيه الماديه التي من اجلها بفضل الله تعالى استطعنا نتجاوز اي صعوبات بهذا الشان وتوجهنا والان مر خمس سنوات منذ توجهنا الى الولايات المتحده الامريكيه وبذلك الذي استطعنا نتوصل ونحقق هو بناء خطة استراتيجية وبناء العلامة التجارية والتي تتركز على خطتين الخطة الأولى إجراء أبحاث علمية ومعملية وسريرية والخطة الثانية إعداد خطة لإنشاء مشاريع تتعلق بصناعة العافية ومن ثم دعوة للمستثمرين لدخول في الشراكه الاستثماريه لبناء هذه المشاريع وتقويه العلامه التجاريه هذا هو الان نحن عليه والان منذ فتره قليله ونحن نعد هذه الخطط باشراف من مستشاريين ماديين واقتصاديين وخبراء وفي في مجالات ك أيضا القوانين وقوانين الفيدرالية وما شابه ذلك لذلك الآن نحن في صدد دعوة لمستثمرين لقامة مشاريع العافية على امتداد الكرة الأرضية أينما كانت الفرصة أو آتت الفرصة سواء هنا في الولايات المتحدة الأمريكية أو سلطنة عمان أو أي دولة من دول الخليجية أو عربية أو خلاف ذلك وهذا النصيحة نوجه لكل أخ وأخت عماني كان خليجي كان أو عربية يأخذ بهذه النصيحة ولا يتعجل بل في نفس الوقت وأن لا يتيأس في مواصلة مصيره العلمية والابتكارية وعي حتى في الاختراع. لكل مجتهد نصيب. فان الله لا يضيع اجر المحسنين. في محكم تنزيله. ان الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكر للذاكرين. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. ذلك لكل مجتهد نصيب. شريط ان الانسان يواصل مصيره بطريقه قانونيه وبطريقه تتناسب مع الشرع وبطريقه التي هي معرف عليها بالاساليب والاسس والتصرفات التي تبني شخصيته ومصداقيته سواء كان فرد او كيان او مجتمع او دوله. هذه هي من الركائز الأساسية لبناء الإنسان على المعاصر، المتعلم، المثقف، المخترع، المكتشف. ونسأل الله تعالى لكل من يسعى للعلم، ولكل من يسعى للابتكار، ولكل من يسعى للاكتشاف، ولكل من يسعى للاختراع بأن يواصل مصيره ولا يتيأس. ولا يلقى اي لوم لاي شخص كان بل في نفس الوقت لا يصاب اي احباط بل يواصل مصيره السلميه وفي النهايه سيستطيع مواصله صعود جبال الحياه اللانهائيه هذه جبال الحياه جبال الحياه تقوده نحو تحقيق النجاح المزدهر فلا نهاية من النجاح لكل جبل يمثل نجاح ومن ثم بعد تحقيق النجاح الأول وبعد قليل يبدأ ينظر أن هناك جبل أعلى يتطلب تسلقه لوصول إيه إلى قمة تلك الجبل أي بمعنى مواصلة الصعود إلى النجاح فلا نهاية من النجاح ولا نهاية لمواصلة الطموح لكل مجتهد نصيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معد ومتحدث دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري مواطن من سلطنة عمان فخر لكل عمانية فخر لكل خليجية وفخر لكل عربية بفضل تعالى أصبحنا مؤسس للطب الحاكوباثي بالولايات المتحدة الأمريكية مع السلامة